إلى المغرب لنستطلع أحوال قرية برشوة التي تخصصت بالزراعة العضوية. 60 عائلة تسكن في هذه القرية التي تبعد عن العاصمة الرباط 50 كيلومتراً. أغلبهم يعملون في تربية المواشي والزراعة العضوية. هذا التخصص في الزراعة جعل القرية نقطة جذب سياحي، وأهل القرية تفاعلوا مع الأمر، وزادوا على ذلك أنهم أخذوا على عاتقهم الحفاظ على نمط حياتهم الريفية التقليدية. مشروع ديال الفلاحة البيولوجية أو لي جاردان بوطاجي أو ما يسمى بلاسيستيم بيرماكولتير، غادي واحد 3 سنين. 60 عائلة تقريبا بدينا التجربة الأولى برفقة ديال الشركاء ديالنا في جمعيات أخرين، خصوصا جمعية بنو البيطار. بدينا بأول جاردان بوطاجي، كانت كتجربة، من بعد بانت لنا بأن عطات واحد النتائج مهمة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الجودة ديال المنتوجات، وهنا بدات التجربة كتعمم.